مساء الخير مشاهدينا ومشاهدين قناة كنار تي في صوت العرب من كندا. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج منتدى الشباب. حلقتنا اليوم حلقة مميزة مع ضيف استثنائي جدا وغالي على قلوبنا جميعا، الدكتور جمال الشريف، الغني جدا عن التعريف، الحاصل على درجة الماجستير والدكتوراه في جراحة الفك والأسنان، و عمل محاضرا في كلية طب الأسنان في جمهورية الصين، والحاصل على جائزة مجلس الشيوخ في أوتاوا 150 لعام 2017 ووسام الملكة إليزابيث للعمل التطوعي في عام 2019، وصنف من أفضل 25 مهاجر من أصول عربية في كندا، وهو أيضا إحدى مؤسسين قناة كنار تي في التي نفتخر ونعتز بها، وهو يعمل الآن مديراً للمؤسسة البشرية من أجل السلام. حلقتنا اليوم رح تكون مع الدكتور جمال حتى نسأل ونستفسر ونستفيد من خبرة الدكتور جمال عن موضوع الكوفيد-19 أو مثل ما اللقاح الكوفيد-19 أو مثل ما كلنا حالياً عم نسمع، الشيء الوحيد اللي عم نسمعه حالياً اللي هو الفاكسين. هنستفسر ونسأل الدكتور جمال عن أنواع الفاكسين وشو هو الفاكسين الأفضل، وشو وهل هو في هل هناك عمر مناسب لحتى أخذ الفاكسين. أهلا وسهلا فيك دكتور جمال، وطبعا أنا ما بتتخيل قديش مبسوطة وفخورة وسعيدة جدا أنك موجود معي اليوم. طبعا هذا فخر وجدا سعيدة أنا فيك. شكرا لك يا علا على الاستضافة، وشكرا للشباب كلهم اللي عندهم برنامج أنا بتوقع أنه من أحسن البرامج الموجودة على كنار تي في بوجودكم جميعاً. وأنا يعني بتواضع بدي أشكرك على المقدمة الرائعة، والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نقدر نفيد ونستفيد يا رب. الله يسعدك، شكراً كثير لوجودك ولوقتك اللي أعطيتنا إياه. يلا يحفظك. بداية دكتور جمال، حابين نسألك أو نستفسر منك شو هذا الفاكسين، شو هاي المواد اللي حندخلها على جسمنا كرمال نقي حالنا من الإصابة في الكوفيد-19؟ خلينا أول شيء نعرف الفاكسين. زي ما حكيت، الفاكسين هو عبارة عن مادة كيميائية بتنحط في الجسم. هذه المادة هدفها هو منع أو تقليل ضرر الإصابة بفيروس معين. عادة الفاكسينات بتكون مصنعة باستخدام تكنولوجيا مختلفة، هنحكي عنهم بس نحكي عن الفاكسينز، بس بكون يا إما الفيروس مضاعف ويعطى داخل هاي المواد السائل هذا بحيث إنه الجسم يفرز مناعة ضد الفيروس هذا المعين، أو بكون الفيروس مأخوذ منه جزء اللي هو البروتين اللي بيسبب المناعة عندنا، الستورم بسموها المناعية أو الموجة المناعية، بحطوها على فيروس تاني. الفيروس التاني هذا بكون إحنا بنعيش معه عادي، مثلا زي فيروس الإنفلونزا العادي، وبدخلوها للجسم. أو بكون فيروس ميت وبفرز الجسم برضو ضده أجسام مضادة. والجديد في عالم التكنولوجيا وعالم الفاكسينز اللي طلع جديد هذا اللي هو mRNA، حنحكي عنه بالتفصيل بعد شوي ونحكي عن حسناته وسيئاته يعني. فهذا هو بشكل عام الفاكسين، هو مادة بتنحقن في الجسم أو تنعطى هلأ في حتى تفكير إنه تنعطى بحبوب. المهم إنه يفرز الجسم مناعة ضد فيروس معين ويعطيه قدرة إنه يقاوم هذا الفيروس إذا دخلوا الأصم. بالنهاية هي مواد كيميائية عم تدخل على جسمنا كرمال تحارب الفيروس أو الشيء اللي هيجي من الكوفيد 19 بشكل عام، مش بس الكوفيد يعني. بشكل عام أي مرض. الفاكسين تبع الكوفيد بيختلف شوية يعني، بس خليني أحكي أضبط الموضوع. مش بس مادة كيميائية، هو فيها برضو فيروسات يعني، هي مواد حافظة زائد فيروسات وبروتينات، معظمها بروتينات يعني. هو البروتينات مواد كيميائية ما ضمينية، بس معظمها بروتينات. يس.
دكتور جمال، نعرف نحن أنه في أكثر من نوع للفاكسين، ممكن تشرح لنا عن هاي الأنواع بداية؟ Yes. خلينا نحكي عن أنواع الفاكسين. طيب خلينا نحكي عنهم حسب ما الناس بتسمعهم. فايزر بايو انتك هي عبارة عن شركة أمريكية مع شركة ألمانية، اكتشفوا هذا اللقاح عشان هيك سمى فايزر بين الناس، ولكن هي شركة بايو انتك للريسيرش هي اللي اكتشفته. هذا بيستخدم نوع اسمه mRNA، وفي شركة تانية أمريكية اسمها موديرنا، أول لقاح ودواء في تاريخ هاي الشركة اللي هو هذا اللقاح. يعني الشركة اللي حوالي 25 سنة بتشتغل على أبحاث، ولكن أول لقاح ينتج في السوق هذا هو، وبرضه بيعتمد على هذا النوع اللي هو mRNA. هرجع له شوية بس هشرح لكم باقي اللقاحات. في لقاحات، اللقاح الصيني في عندهم لقاحين، سينوفارم وسينوفاك. هذول اللقاحين بيعتمدوا على الفيروسات المضاعفة. في اللقاح الروسي اللي هو سبوتنيك في، بيعتمد على وأسترازينيكا، دول بيعتمدوا على سبوتنيك في وأسترازينيكا أوكسفورد أسترازينيكا البريطاني، وفي سبوتنيك في الروسي والأسترازينيكا البريطاني، وجونسون أند جونسون الأمريكي بيعتمدوا على الخاصية اللي هي فيروس بسموه أدينا فيروس، فيروس ضعيف، وبحطوا عليه البروتين تبع الكوفيد، فيروس الكوفيد، وبالتالي بدخلوا للجسم. فهاي التكنولوجيا اللي بتختلف. ليش اللي صار حكي كتير على موضوع الـ mRNA؟ لأنه أول مرة تستخدم هذه التكنولوجيا. التكنولوجيا مش جديدة، بحاولوا يعملوا عليها أبحاث وريسيرش لمدة لهم حوالي 15-20 سنة، لكن لأول مرة ينتج دواء أو لقاح أو أي شيء بهذه التكنولوجيا. طبعا هذه التكنولوجيا متطورة، للأسف طلعت بعض المقولات والحكي اللي ما في له أي بيز أو ريسيرش إنه هو بضرب الـ DNA. أنا بدي أشرح لكم إياها مختصر، خليني أشرحها بمثال هيك شعبي زي ما بنحكي، اللي هو الرسالة. لما بتجيكي رسالة على البريد، أنت بتفتحي هاي الرسالة أوكي، وبتقرأ اللي فيها وبتمزيها، توصلك الرسالة هاي، خلاص بتدخل في دماغك، أنا مثلا علي أدفع فاتورة كذا، خلاص انتهى الموضوع، وصلت المسج إليك. هذا هو اللي بيسوي الفاكسين، هذا بدخل على الجسم بعطيه الرسالة هاي، وأول ما توصل الرسالة للجسم الجسم بيدمره نهائيا. فهو لا بدخل على الدي ان اي ولا بيغير في الدي ان اي ولا بيسوي أي شيء في الدي ان اي، أصلا ما بوصل للدي ان اي، لأنه هو الدي ان اي موجود داخل النوية، النواة، والام ار ان اي بكون في السيتوبلازم أو في المادة الهلامية اللي موجودة حوالين النواة، هو ما بوصل اصلا للدي ان اي. فانواع صاير يعني في اكثر من نوع، وفعلا امر محير جدا انه وجود كل هاي الانواع مع بعضها. طبعا شو اسمه، كوبا اخترعت واحد، لكن صراحه ما عندي معلومات كثيره، مش اسمه عبد الله للعلم، مسمينه عبد الله. وفي ايران صنعت واحد سموه الرازي او رازي بدون ال، رازي. وفي شركة اسمها كوفاكس، مش كوفاكس، أمريكية مع كندا عم بيشتغلوا على اللقاح، اسمها نوفوفاكس. نوفوفاكس، ففي عدة شركات عم بتحاول تدخل السوق، يعني الموضوع لسه مفتوح، لسه يعني لسه في أنواع جديدة رح تطلع، أكيد هتعرف عليها أكيد. مع الوقت. يعني أحكي لك مثال، سبوتنيك في اللي هو الشركة الروسية، أول ما طلعت الفاكسين طلعته بجرعتين، إنه لازم يتاخد بجرعتين، بعدين الآن طلعت واحد منه بسموه سبوتنيك في آي I think أو إشي زي هيك، بجرعة واحدة، هذا مطور عن اللي عطوه أول مرة. دكتور، أي نوع من هاي الأنواع أحسن؟ لأنه أي حدا، أي إنسان طبيعي رح يسأل نفسه دائما أي نوع بدي أخذ أنا. لما تتعدد الخيارات فأنت بتكون في حيرة من أمرك، فهل هناك نوع أفضل من نوع؟ هل هناك نوع له سلبيات ونوع له إيجابيات؟ سؤال مهم جدا. هلأ أي نوع أنت بتقدري تختاري هو بالأنواع اللي موجودة في بلدك. يعني
خلينا نكون واقعيين، أنا مش هتكلم الآن وإحنا في كندا عن سبوتنيك في الروسي، لأنه كندا مش موجود فيها ولم تعترف أو لم تصادق على استخدامه، وكذلك الصيني مثلاً. فاللي موجود في بلدك هو الأحسن. يعني أكيد. هذا هو الجواب اللي قد يكون شوية. هلا لو بدنا نقارن بينهم صعب إنه أنا أقول لك مين الأحسن، لازم نسوي ريسيرش. أنا اللي بحكي دائماً إنه للأسف بيصير في ديسيجن من ناس سواء سياسيين أو حتى عامة الشعب عن طريق الواتساب والأمور هاي، بروح بطلع لك قرار أو بطلع لك نظرية لم ينزل الله بها من سلطان. إحنا كأطباء وعلماء بنشتغل على شغلة اسمها Science Based Medicine، يعني علم طب مبني على علم مش مبني على باذنجان. مختصر إنه أنا مش اللي بسمعه من أحمد ومن خليل بروح بنفذه في المختبر، لا، أنا عندي ساينس بقول لي حط هذا البرنامج على أو هذا الفاكسين مع هذا الفاكسين، وبعمل ريسيرش. الريسيرش إلها طريقة وإلها آداب وإلها أخلاقيات، باخد ناس ما بعطيهم هذا النوع وباخد ناس بعطيهم هذا النوع وبعمل أشوف الفرق بينهم. هون بتقدر أنت تحكي آه والله أنا لا لقحت مثلا 1000 واحد فايزر و1000 واحد موديرنا و1000 واحد سينوفاك و1000 واحد سبوتنيك في و1000 واحد لقحتهم مية، أوكي، أو شجر أو جلوكوز وريفر، أشوف الفرق في بينهم. هذه الدراسة ساعتها بتقول لك أي فاكسين فعلا أحسن. اللي عم بيصير الآن كل شركة بتطلع أرقام، ولكن كل هاي الأرقام هي بناء على دراسة الشركة نفسها وليست بناء على دراسة العلماء. للأسف هاي الأرقام طريقة دراستها بتختلف من 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 شركة إلى شركة، وبالتالي الأرقام راح تتفاوت. إحنا سمعنا إنه فايزر كانت 94 أول ما نزلت، أول يوم نزلوا فيه 94، ثاني يوم نزلت موديرنا، ثاني يوم حكوا إنهم 95، بعد أسبوع واحد فايزر غيرت النتائج تبعتها وحكت إنه إحنا وصلنا 99%. فذات gives you a hint that إنه الأرقام هاي اللي بنسمعها، مثلاً الصيني حكوا عنه 70%، ولكنه في البرازيل جاب بس 64%. فالأرقام هاي اللي بنسمعها هي لأنها بس موجهة لهذا الفاكسين، لم يقارن بين الفاكسينات. هون هذا الريسيرش رح يصير قريباً إن شاء الله ورح نعرف هذه النتيجة، لكن لحد الآن أفضل فاكسين اللي هو موجود في بلده. أفضل فاكسين اللي هو الموجود في المنطقة اللي إحنا عايشين فيها، أو في شو بلدنا، البلد اللي إحنا عايشين فيها، شو هن الشيء اللي عم يعني يلقح فيه الناس. صحيح. دكتور جمال، نحن سمعنا دائما إنه الفاكسين مثلا أول شيء هن بلشوا باللقاح، أنت شفت مثلا بكندا بلشوا باللقاح مثلا لعمر 64 وما فوق، وبعدين بلشوا كل شوي ينزلوا بالأعمار لحتى وصلوا لعمر الشباب وعمر للكل. بعدين صار، هل هناك عمر مناسب أو عمر محدد اللقاح بفيدهم بنسبة 100%، وعمر اللقاح مثل ممكن ما بيأثر فيهم؟ هلا الأعمار كل اللقاحات 18 فما أعلى، توتال للأشخاص اللي عمرهم 18 فما أعلى، إلا لقاح فايزر يعطى لأعمار 12 فما أعلى، واللقاح الصيني يعطى للـ5 سنوات فما أعلى. يعني اللقاح الصيني هو الوحيد اللي عم بعطوه الآن لأعمار المدارس اللي هو من صف الأول فما أعلى، اللي عمره أكثر من 12 عم بعطوه فايزر. أقل من 12 أنا شايف في سؤال، الأطفال اللي عمرهم أقل من 12 ما في مجال إنهم يطعموا في كندا للأسف لغير السنة القادمة. الفرق في الأعمار أكيد ليش سوت معظم الدول هيك، لأنه الناس اللي أكثر عرضة أو خطورة للإصابة بالمرض وعرضة إنهم يدخلوا المستشفيات هم كبار السن، فعشان هيك بدأوا في كبار السن. ولكن هو ما في عمر محدد للفاكسين، يعني ممكن anybody who's أكثر من 12 سنة بيقدر يأخذ فايزر، وأكثر من 5 سنوات بيقدر يأخذ الروسي، إذا الصيني، إذا سينوفارم إذا موجود عنده.
طيب دكتور جمال، هل نسبة اللقاح مضمونة 100% إنه أنا أبعد عن حالي خطر الإصابة بالكوفيد 19 بعد ما أخذ الجرعتين مثلا؟ طيب خليني بس اشرح شغله. اللقاحات في منها نوعين، في لقاح بمنع الاصابه بالمرض زي لقاح مثلا هيباتايتس بي، هذا بمنع الاصابه بالمرض نهائيا فانت مش مصاب، وفي نوع ثاني اللي هو زي لقاح الكوفيد او لقاح الفيروسات العدوى المختلفه، هذه اللقاحات بتخفف الاصابه من المرض بحيث انه انت ما تدخل المستشفى. فهو لا يعني، وانا هون صدمت لما السي بي سي او السي دي سي اللي هو شركه الدواء، مش الشركه اللي هي هيئه الرقابه الامريكيه او هيئه او لا اسمها الكنترول ديزيز سنتر اللي هم تبعون الامراض، حكوا انه الناس الملقحه فيش داعي يلبسوا ماسك. اوكي، السؤال اللي أنا بطرحه عليهم يا حضراتنا يا علماء وكندا للعلم لحقتهم، هذا الشخص الملقح هل هو يعدى؟ هل بصاب؟ يصاب. هل هو ناقل للعدوى؟ ناقل للعدوى. إذن عدم لبسه للماسك، إحنا ليش بنلبس الماسك؟ عشان ما ننقل العدوى للآخرين. عدم لبسه للماسك لا يعني إنه إذا لقح إنه ما يلبس الماسك. فهون الخطأ الكبير اللي وقعوا فيه وراح يوقعوا فيه. هاي ممكن سبب مشكلة كبيرة معناتها دكتور، إنه ممكن يكون هو مفكر حاله إنه ما رح يصاب، خلاص أخذ لقاح وما عاد يصاب باللقاح، يكون هو سبب من أسباب نقل العدوى مع بالمستقبل، ونرجع لمحل ما كنا مثل ما بقول لمرحلة الصفر، نرجع لأعداد كبيرة من المصابين وكأن اللقاح ما عمل شغله. هل ممكن دكتور جمال نرجع لهذه المرحلة؟ وكأن اللقاح الكبرى في الكوفيد 19 إنه في حوالي 60-70% من الإصابات الحالية asymptomatic، يعني لا تظهر عليها أي أعراض، يعني هو ناقل للفيروس وحامل للفيروس ولكن لا تظهر عليه أعراض. في دراسة سووها في كندا، أخذوا الأنتيباديز أو جزء من عين الدم وفحصوا الأنتيباديز اللي هي الأجسام المضادة. في عدة شرائح من أبناء المجتمع، وجدوا أنه 40% من الشباب اللي أخذوا منهم أجسام مضادة أصيبوا دون علمهم بأنهم أصيبوا. يعني هو كان مصاب وناقل للعدوى وهو قالوا له بالصدفة لما أخذوا العينة الدم، ومش عارف أصلاً إنه أصيب. فهاي الطامة الكبرى في هذا الفيروس. يعني في فيروسات ثانية على السريع تظهر أعراض، هذا لا، في أحياناً تظهر وأحياناً لا تظهر. وهون النقطة اللي بدنا نحكي، إذا جهاز المناعة تبعك قوي قد لا تظهر عليك الأعراض، ولكن هذا لا يعني أنك غير مصاب ولا يعني أنك غير ناقل للعدوى. فيمكن ما تظهر عليك أعصاب، ممكن أشياء بسيطة هيك تظهر، حمى يوم أو ساعات وتروح الحمى لحالها وتقول إنها يعني كانت شيء غريب هيك وراح. لكن للأسف هاي الأرقام عم تكبر وعم بتزيد، يعني مع شديد للأسف. وطبعا مثل ما حكيت موضوع إنه انفتح كل شيء فجأة وشلنا الماسك فجأة واختلطت الموضوع، إنه اللي تلقح باللي ما تلقح. بالنسبة لنا هون في ألبرتا يعني هلأ حاليا إحنا كلاتنا ما بنلبس ماسك، مع أن ما خلاص يعني مثل ما بتقول كأنه فتحت البلد رجعت. فكمان هذا الموضوع ممكن إحنا يعني جدا متخوفين منه، إنه ممكن سببنا طامة بعد هالفترة ممكن نرجع لمحل ما أجينا، لمرحلة الصفر من وراء هذا الموضوع. المشكلة إحنا عم بنشوف في هذا الفيروس بالذات عم بتصير فيه تحورات تغيرات، وللأسف الباكسينز مش عم بتواكب هاي التحورات معظمها. يعني دلتا عمل عمايله يعني لما إجا. ف أنا لا أرى في تحورات بعد دلتا، باي ذا واي في بنسون وفي اللامباد هذا اللي إجا من بيرو، ففي تحورات كثيرة راح تصير في هذا الفيروس. ما أتوقع إنه الموضوع راح يكون بكل هذه السهولة. للأسف في تخبيص في القرارات السياسية، ومنها في كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
اللي بلومه أنا مش السياسيين، لأنه السياسيين بيعتمدوا على أطباء أو كبار الأطباء في الببليك هيلث الموجودين في الهاي. للأسف هنا اللوم. أنا عارف السياسيين بدهم يحاولوا يفتحوا عشان الاقتصاد وما الاقتصاد، ولكن الموضوع يعني طبيا، أنا بحكي علميا، مفروض يصير في إغلاق كامل. هلأ خليني أشرح شغلة بسيطة هيك، تخليني يعني أكون ستريت فورورد. موضوع الأوبئة لم نرى، إحنا لم نشهد في العلم الحديث في القرن الماضي والهذا شيء مثل الكوفيد 19. يعني حتى الإنفلونزا الإسبانية اللي إجت كانت يعني ما كان عندنا علم وما كان عندنا طرق إنه نعالجها، كان خلاص اللي بمرض الله يرحمه انتهى الموضوع. اللي صار في الكوفيد 19 غير كثير نظريات في الطب الحديث، خاصة في الببليك هيلث. وفي نظريات كانت في الببليك هيلث إنه نص، زي ما صار في كندا، نص فتح ونص تسكير. في نظريات تقول لا تسكير كامل، في نظريات بتقول مناعة القطيع اللي ثبتت فشلها، مع أنها نظرية موجودة وكان كتير أطباء يحكوا عنها ودول استخدمتها مثل السويد استخدمتها، ولكن للأسف كانت طامة عليها. فالنظريات هاي موجودة. الآن راح يصير في أبحاث جديدة وكيف إحنا نطور من هاي النظريات. أنا برأيي، الرأي المتواضع يعني، إنه اللي كان لازم يصير نتعلم من اللي صار في الصين. الصين استخدمت 4 كلمات في إيقاف الوباء: لا دخول، لا خروج، اللي هو نظام الكارانتين. فلو كان العالم كله، شوف الفيروس هذا ما بطير، لازم ينقله بني آدم ويحمله لبني آدم آخر. فإذا أنا ما شفت بني آدم آخر لمدة شهر كامل، هذا الفيروس راح ينقضى من فكان هذا هو الحل الوحيد، إنه نقف كل العالم. وهذا صعب، أنا بقول لك مش سهل، بس هو الحل الوحيد لإيقاف هذا الفيروس. كان يجب إيقاف الترافل حتى بين جا أنت وجارك، مش مدينة تانية ولا دولة تانية. ما في إسنشل. لو كل العالم اتفق على هذا الشيء في شهر معين، شهر واحد، بنتهي هذا الوضع. موضوع التسكير كان جدا متداول بهديك الأواني، وإنه كان في ناس بدها تسكر وناس حاب إنه لا شغل وكذا. فمثل ما حكيت، طبعا هو بالنهاية نظريات وعم تطبق حكومات وعم تعطي أفكار، فصحيح تماما، 100%. يعني اقتصاديا أنا بقول لك العالم تدمر سنتين، إحنا لو تدمرنا شهر، يعني أي واحد صاحب عمل بيقدر يسكر شهر يعتبرها إجازة، بيدفع الأجار شهر اعتبرها إجازة، بس الضرر الحقيقي زاد عن الشهر. يعني صراحة كان صح الاقتصاد، زي الصين مثلا، صح سكروا مقاطعة خوبي لمدة 74 يوم، ولكن الاقتصاد تعافى سريعا. يعني 74 يوم أي صاحب بزنس، يعني بتحكي 90% من أصحاب البزنس بتحملوا الخسارة ل 70 يوم، بس صعب يتحمل لسنتين. صحيح تماما. دكتور جمال، نحن عم نسمع حاليا انه في، مثل ما بتعرف، اللقاح في جرعتين هون بكندا، الجرعه الاولى والجرعه الثانيه. في شيء عم يصير اسمه الميكس اند ماتش، انه اللقاح الجرعه الاولى عم تكون مثلا فايزر، الجرعه الثانيه عم تكون لقاح ثاني مختلف تماما عن الفايزر. فشو رايك بهذا الموضوع كمان؟ انا بدي ارجع اقول لك القرار اللي اتخذته كندا قرار جدا خاطئ في هذا الموضوع. هذا لا يعني انه اذا اخذت انا جرعة فايزر بعديها جرعة ميديرنا، او جرعة استرازينيكا بعديها جرعة فايزر، سيء. اوكي، خليني اكون واضح، لكن ارجع احكي لك انه احنا ما بنتخذ قراراتنا على حضرة فلان حكى او حضرة علان حكى. اوكي، هاي مش طبخة كوسة على باذنجان احط عليها شوية ملفوف زيادة. هذا علم مبني على ساينس بيست ميديسن، معناها بس يصير ريسيرش وتعمل ميكس اند ماتش بين اشخاص وتطلع بنتيجة ايجابية وتقول لي انه النتيجة احسن من انه ياخذ من نفس النوع، ساعتها بتقدر تنفذ. للاسف القرار اللي كان موجود هو قرار بس أنا عندي بضاعة وخلينا ننفقها. هذا القرار، بضاعة وخلينا ننفقها. لا يوجد أي تفسير للي قاموا فيه،
وأنا بلوم برضو مرة ثانية العلماء اللي كانوا خلف السياسيين بيطلعوا قرارات زي هيك، القرار خاطئ. ومبارح أول مبارح وزارة منظمة الصحة العالمية قالت إنه هذا هيوج ديزاستر. أنا ما بدي أكبر الموضوع أحكي إنه هيوج ديزاستر، لكن هذا خطأ، لأنه لحد الآن ما في ريسيرش يثبت إنه إذا خلطت أنا فايزر وموديرنا رح تطلع النتيجة نفسها أو أحسن أو أسوأ شوية، أو يمكن أسوأ بكتير يمكن أحسن بكتير. لكن أجين كله بيعتمد على الريسيرش، ما نيجي نحكي إنه we heard it somewhere. يعني حتى دول بالعالم الثالث لم تقم بهذه الخطأ. مش عارف كيف أنا دول زي كندا ودول أخرى متقدمة بتقوم بأخطاء مثل هاي. يعني أنت في عندك علم، الموضوع مش مبني على إحنا عندنا بضاعة وخلينا ننفقها. أنت مش عم بتبيع ملابس أو بتبيع، يعني الموضوع لازم يكون مبني على علم. صحيح تماما دكتور، حتى انت مثل ما عم تقول يعني حاليا لما الناس عم تقعد مع بعضها، والله انا سمعت من فلان انه اللقاح كذا، سمعت من ما في شيء مبني على معلومات، ما في شيء مبني على علوم، ما في شيء مبني على شيء طبي، ما في شيء مبني على بيانات مثل ما حكيت تماما. فمثل ما قلت ام احمد وام سليمان وام حسين حكوا مع بعضهم عرفوا قالوا على الواتساب، هي مثل يعني صايره فكره كثير متداوله بيناتنا واحنا العرب بشكل عام. يعني شوفي الكوفيد بشكل عام يعني هو مرض جديد. لا تلوم العلماء انهم مش عارفين من وين اجى هذا المرض، لا تلوم العلماء، هم بدرسوا اللقاحات، يعني عم بيصير اعراض جانبيه برضه هم مش عارفين عنها لانهم ما جربوها بكميه كافيه. بعد 5 سنين هل هاي اللقاحات حتستمر؟ بعد سنه ما حد عارف، يعني حتى الشركات لن تستطيع أن تجيب على ذلك لأنه ما مر على هذا الفيروس مدة طويلة. ففي دراسات، في ناس بتدرس، وهي الشركات شركات كبيرة، يعني ما هي شركات صغيرة أنها تخاطر بحياتها من أجل لقاح واحد تبيع منه مليارات الدولارات وبعدين تسكر هاي الشركة. شركة فايزر عمرها 170 سنة 175 سنة أو something like that، فلن تخاطر هاي الشركة في المليارات اللي موجودة في الدول في هاي الشركة عشان تصنع دواء لمرة واحدة تبيعه لسنة سنتين وتسكر. الموضوع أعمق من هيك. هم بيحاولوا، قد يخطوا وقد يصيبوا، يعني زي ما بيحكوا إذا أصابوا فلهم أجرين وإن أخطأوا فلهم أجر الاجتهاد. يعني علماء عم بيحاولوا، عشان هيك أنا بحكي إنه اللي شفناه في الفيروس هذا علمنا كتير شغلات ما كنا أصلاً بالعلم أو بالطب نتوقع أنه نوصل لهذه المرحلة، ولا أنه يصير هذا الوباء. وحتى اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً كل المواضيع اختلفت في موضوع الكوفيد، علمنا كتير شغلات. mRNA هذا شيء جديد وجميل جداً، إذا استطعنا أنه نوجهه لفيروسات أخرى قد يعمل ثورة في عالم الفاكسين. مثلاً الايدز له 42 سنة او 43 سنة بيحاولوا يجدوا له فاكسين، لحد هلا مش واجدين. قد يكون هذا الام ار ان اي طريقة لايجاد فاكسين للفيروسات الاخرى. دكتور جمال، بالحديث عن المؤثرات الجانبية عم نسمع كثير، مثلا انا واحدة من الناس اللي كنت انا لساتني ما اخذت اللقاح، بس انه مثلا نجي نحكي انه انا بدي احكي قدام اي حدا، والله انا عم أفكر نعمل ريسيرش مشان اخذ اللقاح، فمثلا لا تاخذي، صار معي كذا، رحت على المستشفى، ممكن يسبب تجلطات بالمستقبل، له آثار جانبية مختلفة بعدين. شو رأيك أستاذ دكتور بهذا الموضوع؟ يعني عم نسمع كتير من هاي الأشياء حوالينا. شوفي، أرجع أحكي لك إنه هاي الشركات لما عملت الأبحاث سرعت كتير في الأبحاث عشان تصدر النتيجة بسرعة. يعني عادة موضوع أخذ اللقاح أو إنتاج لقاح بحتاج 10 سنوات، هذا في الطبيعي. في الحالات الكويسة يعني وكان عندهم زي ما بيحكوا أمهم دعيالهم بأخذوا 5 سنين. اللقاح هذا طلع بأقل من سنة، يعني قبل ما بدأوا الريسيرش الموضوع كان مسرع جدا. ليش؟ لخطورة المرض، وحتى الإميرجنسي آكت اللي أخذوه عشان بس يسمحوا باستخدام هذه اللقاحات. هذا الموضوع يعني مش سهل، عشان هيك لونج تيرم، أنا مش عم بحكي على الشورت تيرم اللي هو بعد أسبوع وشهر عم ناس عم بتموت. لونج تيرم إيش حيسوي هذا اللقاح؟ ما حد عارف. يعني ناس طبعا هاي اختراعات، ناس بقول لك بسبب
عقم، ناس بقول لك الناس حتموت بعد سنتين، كل هالأفلام يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يعني العلماء لن يستطيعوا أن يعرفوا هذا الشيء لأنه لم تمر على أخذ هذا اللقاح هذه المدة. الآن في بعض اللقاحات أظهرت بعض المشاكل بفترة معينة، لكن نسبة هذه المشاكل بالنسبة للحماية أقل بكثير. يعني مثال لقاح أسترازينيكا اللي أدى إلى جلطات دماغية قتلت بعض الأشخاص، كانت نسبته 2 بالمليون، يعني 2 في كل مليون بتلقحوا كان ممكن يصابوا من بهذه الجلطة. في مثلا جونسون أند جونسون، هذا اللقاح الوحيد اللي هو جرعة واحدة، قبل يومين السي دي سي أعلنت إنها رح تعمل دراسة كثيفة على جونسون أند جونسون لأنه بسبب شغلة اسمها جيني باري سيندرومز، هذا بالأعصاب، بضرب الأعصاب وبعمل جلطة، بعمل زي للرجال، خاصة في الرجال اللي عمرهم أكثر من 50 سنة، وممكن يؤدي إلى وفاتهم. فالموضوع هذا الآن بدأ تخرج لأنه بدأت الأرقام تزيد عن الملايين، يعني لما كانت الأرقام بالألوف كانت الأرقام بسيطة، فلما زادت الأرقام زدنا نسمع عن الأشخاص اللي عم بيصير، وهذا موجود في كل الفاكسينز، يعني حتى بفاكسين إنفلونزا ممكن يؤدي إلى بعض المشاكل. وكنا نسمع كتير ناس يحكوا عن فاكسينات ويطلعوا إشاعات، ولكن كلها هاي أنا بحكي لك إياها، يعني نسبة المضاعفات للفاكسين بناء أو لو تناسبيها بنسبة المرض وقديش بقتل زي هيك. فهل أنا أعرض حالي أني أجرب أمرض وأشوف شو بيصير فيه، ولا لا أنا أروح أخذ الفاكسين والنسبة تبعته أنا عارف هي أقل من 2 بالمليون 3 بالمليون؟ هاي الأرقام كلها طبعا مهمة جدا. هلا الأعراض الجانبية الخفيفة اللي هي وجع في محل الإبرة والخضران، ويعني هاي ممكن حرارة ليوم يومين، هاي شغلات بسيطة، يعني أنا بدي أحكي لك هاي شغلات بسيطة وبتعافوا منها بسرعة. أما الأعراض الكبيرة هاي يعني في منها تهويل، في منها تهويل، ولكن الجزء الأكبر أنا بحكي لك إياه هو يعني قليل جدا، والدول والشركات عم تدرس هاي الشغلات عن كثب لأنه بهمها. زي أسترازينيكا لما وقفت معظم دول العالم خسرت الشركة، خسرت مليارات الدولارات لأنه عندهم صار فائض ومش عارفين شو سووا فيه، مش قادرين يبيعوه. يعني جونسون أند جونسون لما وقفوا هو هي عدد قليل من الدول، ترى جونسون أند جونسون يعني أقل دول، كندا من الدول اللي مصرحة فيه باي ذا واي. هل فعلا في سؤال بعرف إذا تحب نأخذه؟ طيب هل فعلا بعض في بعض الحالات الشلل في جزء من الوجه؟ يس جونسون شو اسمه لقاح فايزر عمل بعض حالات الشلل كانت نسبتها ضئيلة جدا في الوجه، ولكن اللقاح أو الشلل هذا اللي في الوجه تعافى منه معظم اللي أخذوا لقاح فايزر، يعني هو كان مؤقت لفترة أيام، أكثر واحد أنا قرأت عنه هو أخذ منه شهر ورجع الوجه الطبيعي. هل سمحوا لعمر الأطفال في كندا؟ لا، كندا 12 and above. دكتور جمال أنا عندي سؤال، نحن كشباب أو أنا واحدة من الناس اللي فكرت بطريقة أنه أنا بعيدة جدا عن التدخين وبعيدة جدا عن كتير أمور، عندي عادات صحية، بأكل أكل صحي، فهل أنا فعلا بحاجة للقاح أو لا؟ وممكن إجت فترة من فترات أنه أنا قررت لا أنا ماني بحاجة هذا اللقاح، فشو رأيك دكتور، هل هذه الأفكار صحيحة بالنسبة لنا نحن الشباب أو لا؟ أنا أرجع للدراسة اللي سوتها كندا، 40% من الشباب طلعوا مصابين من اللي طبعاً من العينة اللي أخذوهم وما كانوا بيعرفوا أصلاً. فهل الشباب يصابوا؟ هل بنقلوا الفيروس؟ ينقلوا الفيروس. هلأ لأنه جهاز المناعة تبعك قوي، أنت ما بتظهر عليك أعراض بس ممكن تنقله
والدك لوالدتك لأخوك لجدك لجدتك. يعني أنا بدي أحكي قصة أنا دائما بستشهد فيها لصديق إلي في أمريكا بيشتغل طبيب قلب معاه أمراض هو، يعني ابنه تخرج من الثانوية في 2000 في صيف 2020 وراحوا أصحابه بحفلة على ميامي وانبسطوا أسبوع على الشط ورجعوا، فرجع الولد جايب معه كوفيد، الولد مش شاعر نهائيا إنه معه كوفيد، عدا كل العيلة أمه وأخته الصغيرة تعافوا الحمد لله، أبوه 3 أيام دخل المستشفى بعد 3 أيام توفى. فشوفوا شعور الشاب طبعا لما عملوا فحص وجدوا إنه الولد هو اللي جايب، فشوفوا شعور الولد هذا هو جايب الكوفيد لأهله وتوفى والده، يعني الله لا يضيقها لأحد أنا بحكي، لأنه الولد عم بشعر إنه قتل والده يعني، فالموضوع الموضوع جدا سيء، فلازم الواحد ينتبه من الموضوع هذا. صحيح تماما، يعني انا ما بحط حالي بمحل هذا الشاب، الله يرحمه يا رب يجعل مسواه الجنه، ما بحط حالي بمحل هذا الشاب ابدا، انه تكون انت السبب وما لك عرفان اصلا انه انت السبب، يعني هاي شغله مثل طامه بتكون على بني ادم. بس دكتور عم نحكي نحن عن الموضوع انه العدوى ما عدوى، طبعا هلا نفترض انه انا اخذت اللقاح وانا شخص ما بيبين علي اعراض ولكن اصبت بعد اللقاح، هل العدوى كمان بتكون اخف بعد ما اخذ انا اللقاح؟ لا، إذا أنت مصابة نفس العدوى، ما له خص اللقاح في العدوى، اللقاح هو فقط عشان جسمك يظهر أجسام مضادة وما يخليك تمرضي بحيث أنك تروحي على المستشفى وتحتاج إلى تنفس صناعي وأجهزة و فهو المفروض أنك يعني زي ما بيحكوا ترجع لحالتك الطبيعية خلال أيام. هو عمل اللقاح أنه يخفف من هذا المرض على أجسامنا ويكون خفيف مثل ما بيقولوا خفيف لطيف على أجسامنا. يس، الهدف الأساسي منه أنه أنك يدخل بجسمك ويطلع أكنه إنفلونزا عادية، يعني إشي طبيعي، يمكن حرارة يمكن شغلة بسيطة بس ما يؤدي إلى دخولك المستشفى لا سمح الله، خاصة للأشخاص اللي عندهم جهاز المناعة ضعيف. دكتور جمال، عم نحكي نحن عن موضوع الكوفيد 19، في سمعنا بالكوفيد 19 المستجد المستجدات اللي طلعت مثل ما حكيت حضرتك، هل هذا اللقاح بفيد كمان لهي المستجدات ولا هو بس للكوفيد 19 حصرا لاول شيء صار؟ هلا كل اللقاحات بلا استثناء كلها بلا استثناء اشتغلت على اللي هو اول لقاح اول كوفيد اللي هو بسموه سارس كوف 2 اللي هو هذا الفيروس الوحيد. لما صار في تغيرات صارت بعض الشركات تحاول تدرس، منها شركة فايزر لأنها هي أكثر شركة عندها إمكانيات أن تعمل دراسات سريعة جدا وتعطي نتائج. شركة فايزر حكت أنه لقاحها ممكن يساعد ضد دلتا اللي هو أصعب واحد الآن بحوالي 60-70%، يعني النتيجة اختلفت بين بريطانيا لأنه سووا الدراسة في بريطانيا وسووها في الكيان الصهيوني، فاختلفت من مكان لمكان ولكن نحكي بين 60-70%. فهل حتكون أكثر فعالية للفيروسات الثانية؟ لا أتوقع، لأنه الفيروس ذكي بحاول يغير في التركيبة تبعته عشان يخدع أجسامنا، لأنه عرف أنه جسمك الآن عنده مناعة، بقول لك أوكي أنا بحاول أغير شغلة، أوكي بزيد شوية شغلات بنقص شغلات بزيد بروتينات بنقص بروتينات، وبالتالي أنا الجسم ما بتعرف علي وبقدر أخدع الجسم. هذه كل الفيروسات عندها هذه الطريقه طبعا، في بسموها موتيشن. اللي عم بيصير الان هي طفرات، مش طفرات هم تحورات، لانه في فرق بين التحور والطفره. الطفره بتغير كتير لكن التحور بتغير جزء بسيط منه. يعطيك الف عافيه دكتور جمال، يعني معلومات مفيده جدا. انا يمكن حاليا عندي اخر سؤال، انا يعني هو كان شاغل بالي أو فكري كمان بالنسبة لموضوع الكوفيد 19، ومثل ما حكيت لك إنه هل ممكن في كندا اللقاح يصير إجباري؟ الكل لازم يتلقاح، هل ممكن؟ أتوقع ما حيصير إجباري، لكن حيصير إنه لن تستطيع السفر، لن تستطيع دخول السينمات، فهو إجباري بطريقة غير إجبارية. يعني خلينا نكون واقعيين، حتى رئيس الوزراء اليوم لما صار موضوع الخلط بين اللقاحات، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو طلع اليوم وحكى احنا ما ضغطنا على احد ياخذ اللقاح، لانه بدهم يحطوا حالهم في زي ما بيحكوا في السلامه يعني وفي السيف سايد. لكن فعليا
طول عمرهم بيحكوا لنا خذوا اللقاح خذوا اللقاح، فما ضغطوا صح، ما حكوا لك انك مجبر انت تاخذه، ولكن عشان تروح تشتغل في مطعم ممنوع غير تكون ماخذ اللقاح، عشان تشتغل كدكتور لازم تكون ماخذ اللقاح، وفي اماكن كثير راح يصير فيها هذا الشيء. فاتوقع انا يعني يا اتوقع انه الموضوع يعني راح يصير اجباري sooner or later. طبعا في شغله بسيطه بدي احكي عنها يمكن بعدين، في شويه اسئله حابب ناخذها من الجمهور، وحتى انا والله كنت بدي احكي لك انه اذا بناخذ الاسئله من الجمهور كمان اكيد. في مصطلح جديد نزل في الطب اسمه، احنا بنعرف نسمع كثير عن الريسيزم بالعربي اللي هي العنصريه صح، في مصطلح جديد راح ينزل اسمه كوفيد ريسيزم. اللي هو ايش هذا الكوفيد ريسيزم او الفاكسين ريسيزم؟ اللي هو انت ماخذ لقاح من شركه معينه بتقدر تدخل دول معينه وبتقدرش تدخل دول معينه، انت ماخذ لقاح من الروسي بتقدر تدخل روسيا، اذا ماخذ اي لقاح تاني بتقدرش تدخل روسيا، لازم تسوي يا لقاح يا تسوي كارانتين. كندا نفس الاشي، يعني واحد عايش في الصين ايش ذنبه هو انه في دولته غاد اللي عايش فيها كندي هو بيرجع على كندا، ايش ذنبه انه بهاي الدولة ما في غير اللقاح الصيني؟ طب انت مش معترفة فيها كندا، معناها انت بتعملي عنصرية ضد هذا الشخص لانه رمت فيه الاقدار انه راح يشتغل او راح يدرس او واتفر او يعيش او يدرس في دولة مثلا ما بتعطي اللقاح تبعك. وهذا الموضوع راح يكبر، وأنا أتوقع أنه راح يصير عليه مشاكل كبيرة في العالم، خاصة إذا تم إنتاج اللي هو vaccine passport اللي كانوا يحكوا عنه. طبعا الموضوع كبير هذا تبع vaccine passport، يحتاج إلى شغل كبير يعني. أكيد طبعا، وأنا طبعا أنا الدكتور يعني سمعت كتير آراء من جميع من الشباب حوالي وهيك، ولكن أكتر شيء سمعته فعلا ضحكني يعني من شباب في عمري وممكن أصغر، انه هن مصدقين فكره انه اللقاح هذا لما عم ينحط في الجسم في معه شريحه تنقل معلومات وممكن بعد فتره انت تصير ماسوني. انا يعني سمعت تعليقات عن موضوع اللقاح كنت بصراحه يعني مثل ما بيقولوا I was shocked، انه يعني في ناس عن جد بعدها بتامن بهذا الموضوع انه ممكن هذا اللقاح يفوت بشريحه ويزرعوا لك. يعني الموضوع كان بالنسبه لنا للشباب، بالنسبه لي انه في شباب مآمن بهذا الموضوع كان شوي يعني شاكت بالنسبة لي. شوفي الشريحة، يعني الشريحة موضوع الشريحة موجود الآن، في ناس بدوا يحطوا الشريحة. الشريحة عبارة عن كبسولة بسيطة تنحط تحت الجلد وبيستخدموها كجهاز NFC اللي هو جهاز زي كيف احنا بنفتح الباب بالتاتش هذا، او انت بتشتري شغلة من السوبر ماركت بس تعمل جوجل باي او ابل باي، هذا هو الـ NFC. هذه موجودة الشريحة، يعني مش شيء جديد. أما إنه يدخلوها في المطعوم والمطعوم سائل، يعني المطعوم سائل يا جماعة، خلينا نكون شوية نفكر بعقل، يعني بلاش نفكر بطنجرة في راسنا، نكون في عقل في راسنا. فالسائل هذا كيف يدخله في الشريحة؟ السائل أبيض شفاف، الشريحة إلا يكون لها حجم، فحتى الإبر اللي بيدخله فيها حجمها كبير، يعني هي فقط بس عشان يدخلوها تحت. فموضوع الشريحة هذا طبعا خرافة. وبعدين يا ستي مين معوش موبايل؟ ما هم ماسكين راسنا من يعني سامعين اللي بنحكيها هلا، فمش داعي للشريحة اصلا. طبعا ما بداعي طبعا. فهو موضوع الشريحة كان اكثر شيء متداول واكثر شيء سمعنا عنه واكثر شيء يعني صراحة انا اكثر موضوع ضحكت لما سمعت انه قلت خلينا نشغل بس عقلنا شوي يعني. للأسف موضوع الأفلام هاي الرومانسية اللي بطلعوها، يعني أنا واحد بكون قاعد حاط رجل على رجل بطلع سيناريو وبحطه على أي فيلم بحكي بلغة غريبة وبعمل منه قصة والناس تتداول، الناس تتداول بتصدق. ليش؟ لأنه الناس بدها تصدق شيء زي هيك. يعني أنا ما بلوم الناس، لكن بلوم الشخص هذا اللي بيعمل هاي الشغلات، لأنه هذا سيحاسب أمام الله، سيحاسب حساب عسير. أكيد. لأنه بيكذب على الناس وبيؤدي إلى مشاكل، يعني سبحان الله. أكيد. في عنا سؤال بيقول إذا المطعوم بخفف أنا رحت على سؤال ثاني، خلينا نأخذ الأسئلة بالترتيب معلش. إيه والله يا ريت.
خولة بتحكي عن خلط المطاعيم حكينا، بس خولة حكت عن شغلة فايزر وموديرنا، وهذه يعني اللي اعتمدوا عليها كندا، انه فايزر وموديرنا mRNA يعني نفس التكنيك. ولكن انا بدي احكي لخولة شغلة، انه في الطب حتى المضاد الحيوي اللي هو اسمه أموكسيسيلين ومن شركتين ما بنخلط بينهم، لأنه طريقة التصنيع والمكونات اللي موجودة تختلف، المادة الرئيسية نفسها ولكن المكونات تختلف، فجسمك قد لا يتفاعل وقد يتفاعل أحسن. لحد الآن ما في ريسيرش، عشان هيك ما حد رح يقدر اللي سووه خطأ لأنهم ما اعتمدوا على ريسيرش. هذا اللي بحكيه، مش لأنه مش كويس أو لأنه أسوأ أو لأنه أحسن، لا، لأنه ما في أي منطق علمي اعتمدوا عليه، اعتمدوا على فقط منطق التاجر، في عنا موديرنا كتير أعطي موديرنا. هذا جاوبناه أعتقد، صح؟ اللي هو الشلل في هذا جاوبناه طبعا، هذا برضو أعتقد جاوبناه ولا لا؟ هذا جاوبنا. في سؤال لحدا اسمه لين ليا لينا، يا اعتقد هذا هو، يس هذا هو. اذا المطعوم بخفف الاعراض فقط، شو تفسير انخفاض اعداد الاصابات اللي وصلت للصفر؟ هذا سؤال مهم جدا من لينا. الاصابات لم تصل للصفر، الان الاشخاص اللي مصابين قد يكونوا اكثر من الرقم اللي موجود. الناس المشكلة زي ما حكيتها أنا، هو ما بتظهر عليهم أعراض، هو إشي كويس إنه ما بتظهر عليه أعراض، فهو he feels okay، بس هو مصاب. في الريسيرش اللي صار في كندا، أوكي، هذا ريسيرش تاني بيحكوا إنه الإصابات في مايو 2021، الناس اللي أصيبوا بشهر مايو 21 83% منهم غير ملقحين نهائيا، 15% ملقحين بجرعة واحدة، و2% ملقحين بجرعتين. فهذا يثبت لك انه خفف الإصابة لانه خفف الانتقال العدوى. يعني انت لما العدوى بتنتقل بضل الإصابة، بس لما احنا نكسره زي انا بحكيها، الفيروس ما بيطير لحاله، لازم انا انقله لشخص اخر، فهذا هو السبب. عرفش هذا السؤال جاوبناه ولا لا؟ في سؤال هون قبل لهيفا، هل يعني أن هل صحيح أنه أنتاريو بتواجه الموجة الرابعة يمكن؟ لا، لسه ما في الموجة، هي الويف بتيجي لما تخلص الويف اللي قبلها وننزل تقريبا للصفر واللي احنا هلأ فيه. فإذا إجا ويف تاني ممكن يكون، في بعض الدول صار عندها ويف تاني مثل دولة الكيان، بريطانيا صار عندها ويف، ولكن بسرعة يعني قدروا يوقفوا الانتقال وخففوا من هذا. إن شاء الله ما تصير يعني موجة رابعة، إن شاء الله يا رب. هاي مثال، زميلي بالعمل ما عنده أي أعراض ولكن طلع إيجابي بالفحص، نعم. طبعا هون تحكي الدكتور منير بحكي انا اخذت النوعين، يسعد مساكم. هذا سؤال، بعرفش الشخص يلي اعطاني التطعيم ضرب لي عصب وجمع مده ودم، بعد ذلك لجأت لعمليه جراحيه، انا اخذت جونسون اند جونسون لازاله انا والله اخذت جونسون، والشخص يلي اعطاني التطعيم ضرب لي عصب وجمع مده ودم، وبعد ذلك لجأت لعملية جراحية في ذراعي لإزالة الاحتقان. يعني هاي حالات نادرة، هاي بتكون خطأ في إعطاء الجرعة أو صار تلوث خلال عملية الإعطاء، حالات نادرة جدا هاي بتصير، يمكن 1 بالـ10 مليون يعني، فما أتوقع إنها يعني حالة، مش عشان جونسون لا. أوكي، هذا سؤال مهم، هل يكون جرعة ثالثة؟ حكت لي المرضى ممكن يكون جرعة دم. نعم، هذا السؤال مهم جدا. شركة فايزر هي الوحيدة اللي أعلنت عن جرعة ثالثة. أول إشي أعلنت جرعة ثالثة للأشخاص اللي عندهم
ضعف في جهاز المناعة مثل مرض الإيدز أو أمراض الكرون أو أمراض اللي فيها ضعف في جهاز المناعة. بعدين حديثا أعلنت أنه من الأفضل أخذ جرعة ثالثة بعد 6 أشهر لسنة من الجرعة الثانية. لحد الآن ما في أي أبروفل، بحاولوا يأخذوا أبروفل أنه يبدأوا التلقيح للجرعة الثالثة في أوغست 2021، لكن لحد الآن السي دي سي ما أعطى أي أبروفل لهذا الموضوع. عنصرية شيء غريب وكأنهم بجذفوا بصحتنا. طيب يلي أخذ الصيني، هل كندا رح تجبره تأخذ اللقاح يلي بتسمحه ببلدها ولا رح تحرمه بيدخل؟ وما الحل؟ أنا ما أتوقع أنها تحرمه يدخل، رح تطلب منه يعمل كارانتين وعلى حسابه، وبعدين بده يشتغل أي مكان رح يقولوا له سوري أنت ما أخذ لقاح غير موصى به في كندا أو غير موافق عليه، وبالتالي طبعا رح يجبر أنه يأخذه. صار في ناس يعني جابت السي بي سي لقاءات مع ناس ماخدين في روسيا اللقاح وهلأ عم بأخذوا موديرنا لأنه مجبر أخاك لا بطر. يعني في عالم كتير عم يحكوا أنه الفاكسين رح يبلش أعراض سلبية بعد سنتين. هذا اللي حكيتها أنا، أنه في نظرية بتحكي أنه الناس حتموت بعد سنتين. في نكتة واحد كوميديان بحكيها، يعني هي نكتة بس حلو نحكيها بهذا الموضوع. بقول لك كل القطاع الطبي أخذ الفاكسين، فيلي أنت خايف على حالك تموت بعد سنتين، ما القطاع الطبي أول ناس حيموتوا. طب إذا مرضت أنت عند مين بدك تروح تتعالج؟ فالموضوع يعني خليك مع الناس، إذا بدي يموتوا الناس موت معهم. هو حاليا دكتور إذا ما أول ناس اللي حتموت هي القطاع الطبي مثل ما قلنا، إذا ماتوا هن معناته ما عاد في حدا يعالجنا. ف غيركم فهو صراحة يعني خلونا نكون واقعيين. المشكلة في نقطة أنا ممكن ما تطرقنا إلها، هل الإنسان اللي أصيب بكوفيد ممكن يصاب بكوفيد مرة تانية؟ الجواب نعم، والأعداد عم بتزيد، وخاصة مع التغيرات اللي بتصير في الفيروسات. يعني في أكثر من شخص أصيب في ألفا، وصيب ببيتا، وصيب بدلتا، 3 مرات أصيب يعني، وما أخذ اللقاح. فموضوع أنه ممكن يصاب أكثر من مرة، يس ممكن. ما حدا بعيد عنه اللقاح، أي حدا فينا ممكن يصاب في اللقاح. يس. هل هناك تأثير جانبي على سن الشباب في المستقبل؟ هذا سؤال مها صح؟ سؤال مش بس على الشباب، سؤال مهم جدا، ولكن again زي ما حكينا احنا اللقاحات تأخذ 10 سنوات تقريبا لإنتاجها، فخلال 10 سنوات بكونوا دارسين اللي هو الأثار الجانبية، بعد 3 سنوات وبعد 5 سنوات وبعد 10 سنوات بعدين بنزلوا اللقاح. للأسف هذا اللقاح يعني أكثر ناس أسرع عن أكثر ناس أخذوه لهم سنة، يعني ما لهم سنة حتى، يعني بدوا فيه في أكتوبر هو يعني، حتى ما صار لهم سنة، فصعب نحكي إنه في المستقبل شو راح يصير، علمها عند ربي. صحيح دكتور جمال. آخر سؤال ممكن أنا أسألك يا هل تعتقد إنه ذكاء إنه نستنى لنشوف الدراسات شو راح تقول بعد سنة وبعد سنتين؟ شوفي أنا من الناس اللي استنيت شوية، مش سنة وسنتين، أنا من الناس اللي استنيت شوي. ليش؟ لأنه كندا كانت برضو عندها قرار خاطئ جدا وأنا كنت ضده، اللي هو الفرق بين الفاكسين 4 أشهر. إذا الشركة المصنعة بتحكي لك الفرق بين الفاكسين 21 يوم أو 28 يوم في موديرنا، فأنت لازم تمشي على هذا. قد يكون، أرجع وبحكي، قد يكون إنه بعد 4 أشهر أحسن من 21 يوم، لكن لما صارت الدراسات إحنا بنشتغل على science based medicine، مرة ثانية بنحكي إنه هذا على research، معناها انه الشركه اشتغلت على الريسيرش وعملت ريسيرش ووجدت انه هذا الاوبتيمم تايم. هلا ممكن بعدين يعملوا ريسيرش على مده اكثر مده اقل ويطلعوا بنتائج افضل نتائج اسوا يحكوا لنا، لكن للاسف مره ثانيه بنحكي انه بعض الدول اخذت الموضوع على انه انا شو عندي وقديش بدي اعطي،
عشان أكسب مكسب سياسي، أنا لقحت 50% من الناس 70% من الناس، ولكن شو الآثار الجانبية إنه أنا حطيت اللقاح بينه 4 أشهر؟ ما حد داري. هلأ صارت اللقاح بينه يعني الفترة اللي هي 21 أو 28 يوم، عشان هيك حنأخذه يعني إن شاء الله كلنا. هل هناك غش في الباكسين يعني أخذ؟ طبعا أنا بعرف ليش فراس بيسأل هذا السؤال. قبل أسبوع طلعت خبر في مدينة نياجرا، هناك أشخاص أخذوا الملح اللي هو بيستخدمه السلاين، هذا اللي بيستخدمه في الدريب، كيف معطينهم الملح؟ شو السبب؟ أنا يعني لحد هلأ أتوقع أنه لازم يصير investigation، بس الموضوع مش داخل مخي، لأنه يعني العلبة اللقاح تختلف عن أمينة السلاينة، فالموضوع في أنه أنا لا أتوقع أنه في غش في إعطاء الفاكسين، لأنه بعد يوم دايركت طلعت مديرة الصحة في نياجرا وطلبت من جميع اللي تلقحوا في هذاك اليوم يرجعوا عشان يشوفوا مين اللي أخذ ومين ما أخذ. فالموضوع في خطأ شخصي مقصود غير مقصود، هذا سؤال يجب طبعا أصحاب القرار. وأنا هيفة بتحكي أنها تكون آخر واحدة وايز، يعني المشكلة أنه كل ما زاد نسبة الملقحين كل ما قلت الإصابات، فبالتأكيد يعني خاصة أنا بوجه رسالة للشباب، بما أنه إحنا بمنتدى الشباب، لا تستهينوا في أخذ اللقاح، لأنه أخذ اللقاح رح يحميك ويحمي أهلك ويحمي جدك وجدتك ووالدك ووالدتك، الله يحفظهم إلهم وإلكم جميعا يا رب. آمين يا رب، والله يحفظك دكتور جمال وخلينا إياك طبعا، وشكرا لك، شكرا على الابتسامة الرائعة وعلى المعلومات المفيدة اللي أعطتنا إياها اليوم، شكرا لوقتك، أنا جدا شخصيا استمتعت واستفدت من هذا الحوار اللطيف معك اليوم، يعطيك ألف عافية، وشكرا لمتابعين ومشاهدين قناة كنار تي في صوت العرب من كندا، ويعطيكم ألف عافية على كل هالأسئلة الرائعة جدا. وآخر كلمة لك دكتور جمال تفضل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله ربنا يبعد عنكم الأمراض كلها ويختفي الكوفيد زي ما اختفى أولاد عمه السارس والميرس، لأنهم اختفوا لحالهم سبحان الله، قدرة قادر يعني. يعطيك ألف عافية دكتور. سلام.